بكونه من نفس اللغة له تعقبات أو استدراكات على بعض نعم نعم المؤلفين من نفس اللغة صح. هذا أذكر مثالا لهذا تصديقا لهذا. نعم. ما هو السؤال شيخنا؟ أيوه. ما هو السؤال؟ هو لتمكن شيخنا أحمد في أحمد في اللغة. نعم. كان يستدرك على بعض المؤلفين المتقدمين الكبار. نعم. في مثلا في الغريب. نعم. أذكر مثالا في هذا في علم الغريب علم غريب الحديث ابن الأثير. له كتاب في هذا النهاية وهكذا. نعم. هذا هو كان الشيء كانت له استدراكات أو تقويمات أو تصحيحات رأيته لبعض ما ذكره صاحب هذا الكتاب ابن الأثير هذا رأيت. وهذا حصل منه هذا في مناسبات في دروس مختلفة والله بعضها مقيدة عندي لأنه هو عند شرحه لبعض المتون لي في اللغة أو حتى في غير اللغة إذا احتاجت المفردة إلى بيان يبينه وعند بيانه يبينها وعند بيانه لهذه المفردة تجده أي شيء تجده يذكر ما استدركه أو ما أخطأ فيه ابن الأثير مع أنه طلع على هذا الخطأ لابن الأثير بمدة فيكون قد احتفظ في ذات المناسبة عند شرحه لي لهذه المفردة في كتاب من الكتب يذكر. وكم فعل هذا للشيخ حتى يقول تعال بهذا الكتاب بابن الأثير آتي به ويفكه ويقول انظر ماذا قال وهذا ليس بصحيح وكذا. وإذا قال الشيخ ليس بصحيح وجاء بالصحيح يستدل على هذا الصحيح بالأدلة من كلام العرب الفصحى شعرا وهذا الأكثر أو الأثر رأيه. وهذا من حفظه وفهمه وضبطه. والله يا شيخ نحن ما نعرف نقرأ في الكتب يا شيخ. وفهم وضبط حتى حفظ الأشياء التي لم يقصد حفظها أصلا. وهو له أمثلة والله لولا نريكم كذا عنده بعض الأمثلة في هذا الكتاب وهذا الكتاب شو اسمه كتاب أقرب المواد في فصح العربي أيوة والشوارب لا هذا الأحمر أيوة أيوة شوف الجزء الأول مثلا أقول مثال هذا الكتاب كنت هذا الكتاب حبيب إليكم شيخنا يعني زمان لأنه هو اختصر اختصارا أنا عرفت الشيخ على هذا الكتاب أو أعلمت الشيخ بهذا الكتاب وهذا الكتاب اشتريته في شارع العينية راح في التوسعة ها كان هناك مكتبة للنمنكاني إذا كنتم تعرفون تذكرونه كنت تخرج المسجد النبوي وتمشي قليلا كذا المكتب على يدك اليمين هذا الكتاب اشتريته هنالك في العربية كانوا قاموس وكذا ما اسمه الكتاب شيخنا عشان نسامع اسمه أقرب الموارد في فصح العربية والشوارب لصاحبه سعيد الخوري الشرتوني اللبناني رأيت هذا الكتاب طبع في مطبعة مرسل اليسوعي ببيروت سنة 1889 متى هذا؟ 1889 ميلادي يوم ولد جدي رحمه جدي ولد هذا التاريخ الله أكبر أنت حافظ على كل هذا الموضوع الذي يريدنا أذكره هو يتعلق بالكتاب نعم أني عرفت هذا الكتاب وأنا عند شيخي في مالي كانت عنده نسخة من الكتاب ما شاء الله ولا أدري من أين جاء به نعم في مالي والكتاب كان المطبعة أيوة لما كيف حصلته لما جيت إلى المدينة لعله في أوائل مجيئي كذا نعم فكنت فمرت يوما على هذه المكتبة نعم. ف
وسألت جاء ذكر هذا الكتاب في ديني، فسألت الشيخ هذا صاحب المكتبة، قلت هل عندكم هذا الكتاب؟ فنظر إلي النظرة وفتح عينيه علي فتحا كأنه يخوفني، لكن ما كان يخوفني. أنا كنت أخاف. ثم قال لي من أين أنت؟ قلت من هناك. هو يعرف من أين. من هناك. سقط. فقال لي هذا الكتاب عندي نسخة واحدة منه فقط، وهذه النسخة الوحيدة الكتاب مكث مدة عندي لا أدري كم سنة، ويقول كذا ولا يسأل أحد عنه. نسخة واحدة. نسخة واحدة. سبحان الله. ولا يسأل عنه. هذا من نصيبك. أنت تأتي تسأل عنه. لا إله إلا نسخ في ذلك. هو استغرب، كانوا يقول كتاب كانوا غريب ما يعرف، أنت عرفته ما أدري كذا كانوا. نعم. فلما قال لي هذا قال الكتاب مكث عندي مدة طويلة ولا يسأل عنه وأنت تسأل عنه، فإذا به يرجع إلى داخل المكتبة ويأتي بالكتاب. ثلاثة نسخ. ثلاثة مجلدات. مجلدات. نعم. وقال هذا الكتاب، فقلت كم سعره؟ قال كذا، ذكر سعره فأعطيته السعر دون مساومة. ما شاء الله. لأنه ما فينا نسخة واحدة يا شيخنا. نعم. ماذا تساوم؟ هذا. فعلى كل حال هذا الكتاب محب الشاهد أو الغرض من ذكر الكتاب أني كنت أخبر الشيخ ببعض ما في هذا الكتاب، لا سيما إذا فسر لمفردة، وكانت هذه المفردة قد اطلعت عليها أي على شرها في هذا الكتاب، وخالف شرحه لهذه المفردة الشرحة صاحب الكتاب هذا. أقول للشيخ لكن ورد في كتاب كذا الشرح لهذه المفردة على خلاف ما شرحت هذه. نعم. أقول له كذا رأيت. هو قبل هذا أنا قلت له هذا الكتاب أصله لي أو هذا الكتاب مؤلفه لبناني عربي نصراني. صحيح. خوري لنا أنا نصراني. الاسم هكذا. لا لا المطبعة اسمها يسوع. يسوع. يسوع المسيح. على كل أنا قلت له كذا. لما قلت حتى اسمه. الشيخ قال لي لما قلت له هذا الاسم فقال كره. فقال والله لسنا بحاجة إلى كتب الكفار هذا. الشيخ كره كراهية. أنا تعجبت. لكن بعد ذلك قال لي أنت تستطيع أن تستفيد منه، بس هكذا قال، لكن هو في حد ما هو لا يريد. نعم. ما يحب. فكنت آتي ببعض المسائل له فكان يعلق وهكذا يعلق يعلق، شفت كيف؟ نعم. هو التعليقات بعض ما استدركه على الشيء على هذا أيضا موجود، أنا تعلقتها في أماكن الشتاء والله ما أدري. مدون عندكم؟ أي مدون علقت ذكرت. لا نتركها مرة ثانية شيخنا عشان نجعل مجلسة أخرى إن شاء الله شيخنا. لا نجلس.